أعلن السيد مقتدى الصدر عن حل سرايا السلام وانفكاكها تماما عن مكتب السيد الشهيد، والآن سرايا السلام هم تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي وارتباطهم مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. توضيح: هذه الأرض اللي هي الآن مقر سرايا السلام، نرجو توضيح لأهالي البصرة لمن تابعتها، تابعيتها إلى مديرية بلدية البصرة، وقف سني، وقف شيعي، إلى أحد الوزارات. إذا كانت هذه الأرض التابعة إلى الدولة فيعتبر تجاوز من قبل سرايا السلام على هذه الأرض، ونرجو من ممثلي سماحة السيد في محافظة البصرة أن يرفعوا تجاوزهم عن هذه الأرض. داخل هذه الأرض الجراج المحاط بسياج تراب، هناك كرفانات وربما آليات، على ممثلي سماحة السيد أن يرفعوا آلياتهم وكرفاناتهم وتسلم هذه الأرض إلى البلدية.